قبل ما نجاوب كيف تكون لبستك؟ والله انا فرحان حيت لبستها من خلال هذا الحفل. نجسين الاعمال البرنامج السنوي ديال الاعمال الاجتماعيه والسوسيو ثقافيه ديال مجموعه اوزون اللي كتنظمها طيله السنه وخلال معظم الفترات لفائده العمال والاطر اللي كيشتغلوا معها. اليوم كذلك فرصه لتكريم دوك العمال اللي اختاريناهم الاطر ديال الشركه اللي اعتبرناهم اطر نماذج لخلق واحد الديناميه واحد التنافسيه بين هاد الاطر وهاد العمال. اليوم من خلال هاد كذلك هاد التكريم هذا نكرم حتى باقي الزملاء والاخوان ديالهم. هادشي كله اختارينا ليه واحد الموضوع اللي هو عرض ديال الشريط المطول ديال الفنان ديالنا رشيد الويلي، الفيلم ديال نوح لا يعرف العوم، الفيلم اللي في الحقيقة حاز على 8 ديال الجوائز وطنية ودولية، واللي اليوم غادي يناقشوا المخرج ديالو بحضور واحد مجموعة ديال الفعاليات السياسية والفنية كذلك. هذا كله باش نقولوا نحطوا اليوم، هو يوم راحة كما قالت بنتي ايناس قبيله للصحافه، هو يوم راحه كنحطوه فيه كاع هذاك الشيء. ما غنجتمعوش مع هاد الخدامه وناقشوا معاهم ولا الاوتور، ناقشوا معاهم الخدمه وبرامج العمل، ولكن اليوم غنناقشوا معاهم الفيلم وناقشوا معاهم امور اخرى ونتصوروا معاهم ونتسلموا عليهم ونتشرفوا باللقاء بهم. الفوق اللي غيطلعوا يقدموا البرامج ديالنا خصهم يكونوا لابسين اوزون. اليوم حاضر كتشوفوا مع مجموعة أوزون من أجل دعم الأنشطة السوسيو ثقافية، وأنا سعيد صراحة في هذا اللقاء. علاش؟ لأنه في غالب الأحيان كنديروا فيلم سينمائي كيمشيو يشوفوا الناس كياخذوا عليه فكرة، في كثير الأحيان ما كيكونش عند الناس الفرصة فين يتلاقاو مع المخرج ومع الأبطال ديال الفيلم. من خلال هذا اللقاء إن شاء الله غيكون عندهم الفرصة، الناس اللي هما بساط ربما كيقولوا حنا ما يديها فينا حد، ها هما اليوم حاضرين المسرح، حاضرين الوزارة الثقافة، وكاين اللي يجي لأول مرة. واللي جميل أيضا هو يتلاقاو مع ناس اللي هما مديرين ديالهم، رؤساء ديالهم، واللي ربما كاين فيهم اللي ما تلاقاش مع بعضياتو، غيشوفوا فيلم، يشربوا كاس داتاي أونسومبل، نتصوروا مع بعضياتنا وغادي يمشيو مشحونين. وهذا هو الدور المهم ديال اللقاءات السوسيو ثقافيه من هذا النوع، واللي نتمنى انها تستمر في مجموعه من المدن ومجموعه الشركات ان شاء الله.